ايوه بس انت شكلك رياضي. رياضي يعني بتلعب رياضة او حاجة؟ مين اللي قالك رياضي؟ انت مش رياضي؟ لا مش رياضي. طب انا اسف ما تزعلش حقك علي. بتشجع عين هنادي بقى؟ بشجع الاهلي. اهلاوي؟ ايوه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. خليك بقى. خد يا ريس يا ريس يا ريس انت انت طيب. يا راجل انت خد. انت بتقول لي حاجه زعلت؟ خد يا جدع انت. ما قلتلوش حاجه. بيقول لي انت ايه؟ بقولت له انا اهلاوي. راح ربطني في المكسور دي. ده انا ابويا ما ربطنيش. اتربط في صندوق. احنا اللي هناك كده على الرصيف. ما نعرفش. عايز اعرف هو فين. ما نعرفش احنا فين. هو ده راجل شران. ساكن فين طيب؟ ما نعرفش برضه. ده راجل شران يا عم. انت يا جحش انت يا بقره انت يا فيل يخرب بيتك وبيت ابوك. في واحد سعيد يتربط في الدنيا يا اولاد الكلاب؟ امال ايه يعني؟ هتضحكوا علينا انتوا؟ امال الطبيعه دي؟ نفسي اعرف فين هو. طب ابن الفرطوس ابن الجزمه دي فين يا دراع عيال؟ يا عم فين راح؟ طيب قول لي قول لي راح فين. طيب ما اعرفوش يعني. طب قول لي انت راح فين؟ ما اعرفوش. وانت يا انت انت بتبص لنا راح فين يا راح فين يا راح فين يا اولاد الكلاب؟ طب قول لي راح فين؟ ماشي خليني في الليزر السوداء دي هكسرك من الدنيا كلها. هاني خلاص يا انت هو يا اولاد الكلاب. فين هو الراجل اللي كان قاعد هنا ده؟ فين هو؟ ايه فيه ايه فيه ايه؟ مالكوا يا رجاله؟ انت مين انت؟ انا صاحب الفرش وصاحب الحاجه دي وكل الرجاله دول تبعي. تبعك؟ طب فين مكتور رقب اللي كان قاعد هنا؟ ما تشتمش الناس وعيب واحترم نفسك. عيب يا عم. عيب يا عم؟ ده انت راجل بلديات زي بس يعني يرضيك انت كده؟ طب احكي لي ايه اللي حصل؟ اللي حصل اللي انا جاي عشان نورني ام دي. واحد كنا هنا وبقول لي انت اهلاوي. قلت له اهلاوي. راح رمى اللي بتاع اللي في ايديه وجره. انت ايه اللي خلاك تقول له اهلاوي؟ امال يعني اقول له ايه؟ قول له انت زي قول له حنوتي. لا تقول له زملكاوي. فيه ايه يعني؟ ايه يعني الزمالك والاهلي ده؟ ايوه يعني عشان هو زملكاوي يرضيه. يا عم انا راجل لابس جلابيه مالي ومال الاهلي والزمالك عشان يربطني الرابطه الطين دي؟ صلى على النبي. احنا ناس صعيده زي بعض. وانا صعيدي. اما اقول لك ايه؟ وانا صعيدي. شوف لي الحمار اللي كان هنا خليه يفك المصيبه اللي جاي. كان هنا ماشي. الصندوق ده ثمنه 500 جنيه. 500 جنيه. ايوه بالمونه اللي فيها تدهم لي هسيبهولك. يا حلوه يا حلوه. امال ايه 500 جنيه دي؟ اجيبها منين ال 500؟ هتجيب لي صندوق ب 500 جنيه كمان؟ انت في ايه يا ريس انت؟ انت هتمد ايدك عليا يا عم. خليه بص بقول لك هتمد ايدك عليا. بقول لك ايه خلي انا لغايه دلوقتي ما مديتش ايدي عليك. اتعدى النهارده. اما اقول لك ايه النهارده؟ طب هفهمك حاجه. نعم. عشان انت زعلان. خلص بس يا ريس في الليله السوداء دي. ولانك انت قريبنا وبلدياتنا. نعم. اخدك بقول. عند السباك يفكها. ليه وانا دوره ميه؟ سباك يا عم. السباك باله مال دوره الميه. امال ايه يعني؟ امال يعمل ايه السباك يعني؟ السباك عنده ايه؟ عنده منشار شاكوش عنده شيء يعمل بيه حاجه. طب خشب خلينا نخلص المصيبه دي. طب خلاص 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 اخدك عند الميكانيكي محمد. هو انا عربيه عطلانه هتقول لي ميكانيكي؟ يا ريس ده كلام ما يخشش دماغك. انت فيه ايه بالظبط؟ عايز مني ايه يعني؟ قول لي. بقول لك ايه؟ ايه انت اقول لك ايه انت عشان خاطر ربنا خلص. اوعى يدك تتمد لان معايا رجال يسدوا عين الشمس. احنا انت معاك رجال احنا معاك انا اطراف. يا عم خلص ابوس يدك. يا عم من غير ما تبوس يدي انا اللي ابوس يدك. ما تخلص في ليلتك اللي امتينا بطين دي. يا عم اهدى. هو انت بس اللي بتعرف تجلع؟ اها اها.